لقى وأضاءني الدنيا طريقا مشرقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من مسابقة قصة وآية، واليوم موعدنا مع الحلقة 23 وقصة من قصص سورة الكهف، وهي قصة سيدنا موسى والخضر. خطب موسى عليه السلام يوما في بني إسرائيل وقال لهم بأنه أعلمهم وأنه لا يوجد من هو أعلم منه على وجه الأرض. فأراد الله أن يعلم موسى درسا، وهو أن علمه من عند الله، فإن شاء علمه وإن شاء لا. وأمر أن يذهب إلى مجمع البحرين، فإن هناك رجلا يسمى الخضر عليه السلام وهو أعلم منه، وعلامة وجود هذا الشخص أنه سيظهر عند اختفاء الحوت، وهي سمكة طبيعية حملها معه سيدنا موسى هو وغلامه. فلما قابل الخضر قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني صابرا، ولن أعصي لك أمرا من الأمور. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة، فقام بإفساد تلك السفينة وكسر لوحا فيها مع أنها كانت لمساكين. فانطلقا حتى إذا وجدا مجموعة من الصبيان يلعبون، فأخذ الخضر غلاما منهم وقتله. فقال له موسى: كيف تقتل نفسا بغير حق؟ إنما فعلته هذا لشيء منكر. قال له الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لو سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني مرة أخرى. فانطلقا حتى إذا دخلا قرية وكان أهلها بخلاء فلم يضيفهما، ووجدوا في هذه القرية جدارا يريد أن ينهدم، فقام الخضر ببناء هذا الجدار. فتعجب موسى واعترض على فعله، فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأخبرك بأسرار ما فعلته الذي لم تستطيع الصبر عليه. فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فقمت بإحداث عيب فيها، لأن كان هناك ملك يأخذ كل سفينة سليمة غصبا بغير حق. وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الجدار الذي بنيته فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما رجلا صالحا، وكان تحته كنز لهما، فأراد الله أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما. وهكذا أدرك موسى بأن الخضر أعلم منه، وأن هذا العلم إنما هو من عند الله. نتعلم من هذه القصة الحرص على طلب العلم، احترام العلماء وتوقيرهم، والتواضع وعدم التكبر والتفاخر. أما عن سؤال حلقة اليوم، وردت قصة سيدنا موسى والخضر في سورة الكهف، اذكر أرقام الآيات التي تصف هذه القصة. فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.